معتقد غريب قوي عندنا ان علشان نفكر نقوم نعضعض ضوافرنا. انا نفسي اعرف ايه العلاقة الحقيقة، ليه بنقعد نقرقط في ضوافرنا كده واحنا بنفكر؟ ملهاش اي علاقة غير ان احنا بننقل التهابات من الفم لصوابعنا. طب ودي امراض؟ طبعا، اسمها في الطب اكيوت بارونيكيا، او بنقول عليها باللغة الدرجة ودنا زايدة يا دكتور بقشرها. طبعا حصل نتيجتها التهابات في الضافر، في جدر الضافر زي الصورة اللي قدامنا، واحيانا بيجمع صديد، ولما بيجمع صديد مع الاسف بنضطر ان احنا نفتح عليه. الحقيقة يا جماعة نصيحتي النهاردة يمكن لكل الشباب اللي في الجامعات والمدارس، لعلم حضراتكم للأمانة الشديدة صدقوا أو لا تصدقوا، أنا بكلمكم دلوقتي ومخرج الحلقة بيعضعض في صوابعه. طب قولوا لي أنا أعمل إيه؟ أنا شايف إن نصيحتي النهاردة إن نبطل بقى نعضعض في ضوافرنا، ناكل في ضوافرنا، أصلا أنا بشيل ودنا، ده في ناس بتقصقص ضوافرها ببقاها يا جماعة. ما ينفعش الكلام ده. نصيحتي النهاردة من فضل حضرتك ما تحطيش صوابع حضرتك في بقك خالص. يمكن نصيحة غريبة مش كده؟ بس حقيقة، وانتوا أكيد متفقين معايا إنها حقيقة، وبتقلب مرض جراحي ممكن ينتهي بصديد ونضطر نفتح عليه، وساعتها بنلفه بشاشة. وريني هتحط إيدك في بقك إزاي. أتمنى النصيحة النهاردة تكون مفيدة. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم بكرة مع نصيحة جديدة إن شاء الله. شكراً.